ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا من أين يقرأ؟ من حفظك لعلك واحد. هذا من الفقه، لأنه يقول باب ما جاء في من لم يقنع الحلف بالله ولا يقتنع بالحلف بالله. هذا عند القاضي البين عن المدعي، واليمين على من أنكر. صح؟ نعم. هذا لعله ليس من كتاب التوحيد، خطأ منه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لماذا؟ ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ الآن هذا الحالف أكد ما حلف عليه بماذا؟ بمعظم عندك، وتعظيم الله توحيد. فإذا الآن أكد الكلام بمعظم، إيش تصنع؟ تصدق، لأنك تعظم الله سبحانه وتعالى. في من لم يقنع بالحلف بالله، إذا لابد تقتنع إذا حلف لك بالله، مفهوم؟ نعم. لكن عندنا حالات ما يمكن أن نصدق فيها الحال حتى لو حلف بالله. أن نعلم يقينا كذبه، أدعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحلف بالله أنه صادق، قل والله كاذب، نحن نعلم على كذبه، صح؟ نعم. طيب، أو ترجح الكذب، إذا ترجح كذبه أيضا نكذبه، إذا تساوى الأمران نصدقه، ترجح صدقه نصدقه، يقينا صادق يصدق، نعم.